جاءت على هامش دوري المواهب الذي نظمته مجموعة من الهيئات الجمعوية بالمدينة بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ضمن البرنامج الوطني لفرق الأحياء، وكانت فرصة إيجابية جدا ملامسة القضية الرياضية بالمغرب وملامسة المجال الرياضي بمدينة سطات على مستوى التدبير، على مستوى الأنشطة الرياضية، على مستوى البنية التحتية، وعلى الإشكالات والظواهر التي تحدث في المجال الرياضي بهذا الإقليم. وقد حاولنا مع الجمعيات المنظمة أن نرصد بعض المظاهر القوى ومظاهر التعثر في المجال الرياضي في إقليم سطات. الرياضة بمدينة سطات تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات قصد تقويته على مستوى البنية التحتية والممارسة الرياضية. شكرا للجمعيات المنظمة بفتح نافذة حول مناقشة القضية الرياضية بالإقليم، وأيضا حول استدعاء باقي الفعاليات الرياضية لمناقشة هذا الموضوع.